مساء الخير، كتير عم يوصلني رسائل من نساء ورجال انه انا احب رجل متزوج، شو بعمل؟ او انا احب امرأة متزوجة، كيف بتصرف؟ وهيدا السؤال كتير عم يوصلني من رجال، يعني كتير كتران عندي الرسائل والتعليقات من رجال عم بيقولوا لي انه انا احب امرأة متزوجة، كيف اتصرف؟ لهالسبب قررت اني صور هيدا الفيديو. ولما نقول ارتباط مش دايما بيكون زواج، ولكن اعطينا الزواج كمثال لانه اصعب أنواع الارتباط، خاصة إذا كان في أطفال، ولكن قد يكون أيضا بالمرحلة الخطوبة أو بعلاقة رسمية جدية، يعني كتير أنواع، ولكن الزواج هو أصعبها. قبل ما أقلكم شو هن الخطوات، خليني أعطيكم ملاحظتين مهمتين يجب أنكم تلتزموا فيهم، وأيضا سؤالين لازم أنكم تطرحوهن على نفسكم. الملاحظتين هن: أول ملاحظة، لا يجب عليك أبدا وإطلاقا إنك تطلب منه أن يترك حبيبه، زوجته، زوجها، خطيبته، خطيبها، مش لازم أبدا إنك تطلب حرفيا هيدا الشيء. الملاحظة الثانية، لا يجب أن تظهر غيرتك من شريك حياته، سواء أيضا أكان زوج أو حبيب أو خطيب. هالملاحظتين إذا ما التزمت فيهم فالخطوات اللي رح أعطيك إياهم مش رح ينفعوك أبدا. أما السؤالين فهو لازم تطرح على نفسك، سؤالين مهمين. أول سؤال هو: هل يريد مصلحة معينة منك؟ يعني هذا الشخص عنده مصلحة قد تكون عاطفية، مادية، جنسية، شو ما كانت هيدي المصلحة، اطرح على نفسك هذا السؤال، شو هي الطلبات اللي بيطلبها منك دايما؟ تاني سؤال هو: هل عم يستعملك كتعويض لأنه هو يمكن حاسس بفراغ عاطفي، أو شريك حياته دايما مشغول عنه، أو مسافر، أو ما بيهتم فيك، في فوجدك بحياته وصار عم يستعملك كتعويض يمكن على نواحي قد تكون معنوية، عاطفية، جنسية أو مادية؟ السؤال الأول كتير سهل إنك أن تجيب عليه، لأنه إنه شخص يكون عم يستغلنا واضح من خلال طلباته. أما السؤال الثاني إنه طب أنا كيف بعرف إذا عم يستعملني كتعويض، خاصة إذا طلباته ما كانت بصريح العبارة، فقط هو عم يهتم فينا، عم نهتم فيه، عم نتواجد بحياته دائما سواء بالواقع أو على التليفون ووسائل التواصل. أول خطوة، الحوار. ما هو هذا الحوار الذي يجب أن يدور بينك وبينه لحتى تعرف أنت هل هو بطبيعة الحال كانت العلاقة سيئة مع شريك حياته من قبل وجودك ومن قبل دخولك على حياته؟ هل دايما كان أصلا عم بيصير فيه مشاكل؟ هل أصلا هو ما بحبه، مش متفق معه؟ هل أصلا ناوي أنه ينفصل عنه سواء كان رجل أو امرأة؟ بدك تعرف هيدي الأسئلة يعني خلينا نقول بحوار، يمكن تسأله كيف طبيعة علاقتك مع شريك حياتك، هل يوجد مشاكل، كيف كانت علاقتكم، كيف تعرفتوا، أو قبل ما أنا أدخل على حياتك كيف كانت علاقتك مع هذا الشخص. هيدي ممكن الشخص يجاوبك بصراحة ويحكي لك إنه والله أنا بالأساس في مشاكل وعلاقتنا مش ضابطة، ومن قبل وجودك أنا ناوي انفصل عنه، ويكون صريح ويجاوبك. والنقطة الثانية ممكن يقلك لا، علاقتي كتير منيحة فيه وممتازة ومتفاهمين ومتفقين وما في أي مشاكل أبدا. بمجرد ما جاوبك الجواب الثاني، نصيحتي لإلك ومن دون أي تردد ومن دون ما تعطي أي وقت وأي فرصة تضيعها من حياتك، يجب أن تنسحب فورا، وإنك تحافظ على مشاعرك وتحافظ على وقتك وعلى طاقتك، لأنه إذا استمرت من بعد ما هو جاوبك إنه علاقتي كتير منيحة وممتازة، فهيدا دليل إنه أنا مش رح أرتبط فيك. لا، لأن أنا مش ناوي أنفصل عنه سواء كان رجل أو امرأة. فهم فورا انسحب بطريقة لايقة من دون مشاكل، من دون عتاب، خفف تدريجيا، أنا بسميه الانسحاب التكتيكي. وحاول إنك تشاهد، كتير عندي حلقات عملتها عن النسيان، عن فك التعلق، وعن غيرها من الأمور. أما إذا جاوبك الجواب الأول اللي هو إنه في مشاكل ومش متفقين وأساسا أنا ناوي أنفصل، فهون بدي منك تنتقل فورا للخطوة الثانية. الخطوة الثانية اللي هي السلوك. شو هو السلوك؟ أي المراقبة. كيف يعني المراقبة؟ لأنه لما يقلك إيه في مشاكل وعلاقتنا مش منيحة وناوي أنفصل، قد يكون عم يكذب، لأنه في كتير أشخاص، خاصة إذا كان عم يستعملك كتعويض أو لمصلحة، في كتير أشخاص ممكن يكذبوا. فأنت هون بدك تعرف إذا هيدا
كذب لقاله أو حقيقة. وهون تنتقل إلى المراقبة عن بعيد، سلوك المراقبة عن بعد. كيف يعني المراقبة عن بعد؟ مش يعني تنسحب وتختفي وتبطل تحكي معه وتصير تراقبه، لا، خليك عم تتواصل معه عادي، ولكن راقبه من بعيد، يعني محيطه، بيئته، الجيران، العمل، الأصدقاء المشتركين، شو الناس اللي حواليهم بيحكوا، هل بتسمع حكي إنه والله في مشاكل بيناتهم، والله بالأساس علاقتهم ما كانت منيحة وكانوا يضلوا يعني يحكوا بالانفصال وبهيدي الأمور. البيئة المحيطة والاجتماعية، إذا كانت علاقتك عن قرب بتسمع يعني بهالأوقات الناس بتحكي، وخاصة إذا كنتوا عايشين بنفس البلد أو بنفس المجتمع، أو إذا كانت العلاقة عن بعد فيك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الستوري، حركاته أو لغة جسده مثلا هل بتأتئ أوقات أنت وعم تحكي معه ودغري بسكر الخط، هل بغيب فترات طويلة وما برد على رسائلك واتصالاتك. كل هذه الأمور هي نوع من أنواع المراقبة والملاحظة عن بعد. إذا اكتشفت أنه بالفعل هذه الأمور عم بتصير، في حكي وفي إيماءات وإشارات من خلال التواصل الاجتماعي أنه هذا الشخص بالفعل علاقته مش منيحة، فهون بنصحك أنك تعطي فرصة للعلاقة. ولكن هذه الفرصة إلى فترة زمنية معينة، لا يجب أن تتجاوز 9 أشهر كحد أقصى. أما إذا لاحظت من خلال المراقبة والملاحظة أنه لا، ما في أي دليل أو أي إشارة بتدل أنه هناك بالفعل مشاكل بينه وبين شريك حياته أو ناويين ينفصلوا، فهون أيضا بنصحك أنك تخفف وتنسحب تدريجيا، خاصة إذا حرفيا وبلسانه ما أعطاك الوعد. وهيدا هون الخطوة الأساسية والجوهرية، إذا ما صرح لك بصريح العبارة أنه أنا أنوي الانفصال وأريد الارتباط بك، ومن تلقاء نفسه ومن دون ما أنت تسأله، يعني فيك تلمح مرة ولكن ما تكرر، لأنه مثل ما قلنا بأول ملاحظة مش لازم أنك تطلب الانفصال أو تقول له انفصل عن شريكك، لا، هيدا الشيء مش لازم تعمله. إذا لاحظت أنه هيدي الأمور صارت بالإضافة للوعد الحرفي لأعطاك إياه، فهون لازم هيدا الوعد تعطيه مهلة زمنية ما بتتجاوز 9 أشهر كحد أقصى. لا، لأنه إذا بقي يوعدك مرة شهر ومرة 2 ومرة سنة ومرة 2، رح أيضا تحس حالك أنه أنت معلق بحبال الهواء، وهيدا الوعد عم بيكون تأجيل وتأجيل، وبالتالي أيضا استنزاف لطاقتك وتضيع وقتك وأزية لمشاعرك بعلاقة رمادية وسامة. أما إذا هيدا الوعد بغضون هيدي الفترة اتنفذ وتحقق، بيكون كتير منيح. أما إذا لاحظت استغرق كحد أقصى أكتر من سنة، فما تضيع من وقتك ومن حياتك، وأيضا انسحب وحافظ على كرامتك، وشاهد فيديوهاتي عن فك التعلق والنسيان وغيرها من الأمور. طبعا اشتركوا بالقناة، اعملوا لايك، أنا بشوفكم بفيديو تاني، وإلى اللقاء.